مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج أديان. 5 أسابيع تفصل أكثر من 11 مليون تلميذ للالتحاق بمقاعد الدراسة، تتفاقم مخاوف الأسرة التربوية من تحول حجرات التدريس إلى بؤر تفشي سلالة دلتا الفتاكة، ومعها تسارع وزارة التربية الوطنية من وتيرة تطعيم منتسبي القطاع قبل الدخول المدرسي المقبل، بالتزامن مع تحذيرات بعض المختصين من الدخول الجزائر موجة رابعة من التفشي في حال التراخي والاستخفاف بتدابير الوقاية، واستمرار عزوف بعض الفئات المجتمعية على غرار الرياضيين من حملة التلقيح بعد أن باتوا في عداد الغائب الأكبر من الجهد الوطني لتحصين الجزائريين من الفيروس التاجي. لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة الدكتور جمال الدين فرار، مدير العام الوقاية بوزارة الصحة. أهلا بك دكتور. شكرا على الاستضافة، ونظن بلي الحصة كما هذه يعني عندها فائدة كبيرة لتحسيس المواطن فيما يخص ما نعيشه في هذا أثناء هذه الجائحة تاع كوفيد 19، وهذا ما نسعى إليه. أسعد باستضافة أيضا الصحفي رضوان بوحنيكا، رئيس تحرير قناة الهداف. أهلا بك رضوان. أهلا وسهلا أمين، وأهلا وسهلا بكل المشاهدين الكرام. نتمنى أنه نقضيه حصة تكون مفيدة للجمهور الكريم بإذن الله. شكرا. أسعد باستضافة أيضا السيد خلالان عبد الوهاب، مدير مركزي بوزارة التربية الوطنية. أهلا بك سعد الوهاب. شكرا على الاستضافة، إن شاء الله نفيد جميع المتفرجين بهذه الحصة التي تنير المجتمع ككل. بارك الله فيك. نشاهد هذا التقرير الصحفي ونعود إلى البلاطو. ضمان دخول اجتماعي آمن مرهون بتراجع عدد الإصابات بكورونا وارتفاع وتيرة التلقيح ومدى وعي المواطنين والتزامهم بالبروتوكول الصحي الصارم المعمول به في الجزائر. مع الإجراءات التي اتخذت من طرف السلطات بمعنى الحجر الصحي، وكذلك بالنسبة للمواطنين استعدادهم أكثر من وقت مضى للوسائل الوقائية كالقناع الواقي، وكذلك الإقبال على اللقاح. الحالة الوبائية لازالت متدهورة بالرغم من الانخفاض التدريجي المسجل في عدد الإصابات بكورونا مؤخرا، خصوصا بعد بلوغ عدد الحالات المصابة بالمتحور دالتا لتمثل أكثر من 91% من إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي. النسبة المئوية تاعها 91% ما يسلم السلالة المتحورة دالتا الهندية هي تغلبت في الجزائر، وهذه عندها امتياز بأن عندها سهولة في التنقل ما بين الأشخاص، وكذلك خطورة بالنسبة للكوفيد نفسه. وضع وبائي لا زال خطير بالرغم من التراجع التدريجي للحالات بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بالمتحور دالتا المعروف بسرعة انتشاره، الأمر الذي قد يصعب من مهمة الدخول الاجتماعي المقبل. أهلا بكم من جديد. سيد جمال الدين فرار، كنت تستمع لهذا التقرير الصحفي، فيه مخاوف من الدخول الاجتماعي، الدخول المدرسي، الدخول الرياضي، ما أين وصلت حملة التلقيح وأين وصلنا في الموجة الثالثة؟ شكرا. يعني خاصة فيما يخص ميدان التلقيح، لازم نعرف المشاهد باللي الجزائر ما بداتش في شهر يناير، بدينا يعني بصفة محتشمة حسب الكميات اللي كانت عندنا من اللقاحات وهي 50,000 جرعة، ولكن ابتداء من جوان بدينا الحملة الوطنية، عرفت يعني دعم كبير من طرف الدولة بحيث اقتنينا عدد ملايين من الجرعات، وبدينا من شهر جوان إلى حد اليوم يعني فعلنا يعني على مستوى كل وحدة صحية القاعدية، مجالات الفضاءات العمومية، المساجد، يعني نوعنا كمية الأماكن التلقيح باش نعطيو لكل مواطن الفرصة باش يتلقح. وفعلا شفنا يعني عند البلدان اللي بدات يعني بكري التلقيح باللي عندما تلقح يعني تقريبا 70% او 80% من المواطنين تاعك، يعني حتى ولو رجع يعني الوباء يعني ارتفاع الحالات
ما يكونوش الحالات الخطيرة والوفيات. هذا هو الهدف تاع التلقيح. إلى حد اليوم يعني من بدينا التلقيح إلى حد اليوم يعني في أواخر الأسبوع هذا يعني نفوتوا إن شاء الله 6 ملايين مواطن تلقحوا بصفة نهائية. يعني إلى حد اليوم رانا تقريبا 5 مليون و600؟ إلى اليوم 5 مليون و600 ألف، يعني ما يقارب 27.7% من المواطنين للهدف اللي سطراته وزارة الصحة. يعني يقولوا في شهرين رقم معقول، من آخر جوان إلى آخر أوت رقم معقول. ويعني والأمس يعني بدينا توزيع أيضا جرعات، بحيث اقتنينا 3 ملايين جرعة يعني هذا الأسبوع، وبدأ التوزيع تاعها على مستوى الولايات باش نعطي أيضا يعني دعم كبير لهذه الحملة الوطنية. شكرا. رضوان بوحانيكا، مخاوف في هذا الدخول الاجتماعي الدراسي وحتى الرياضي؟ الأسرة الرياضية شفناها غايبة نوعا ما عن هذه حملة التلقيح، لماذا لم نرى الرياضيين، لم نرى الرواد في العالم الرياضي يشجعون الناس على التلقيح؟ والله أعتقد معك حق في كثير مما تقول. أعتقد بأنه حتى الأندية الرياضية لم تواكب الحدث بأتم معنى الكلمة، لأنه نشوفه ما عدا ربما فريق شباب بلوزداد فريقين أو ثلاثة اللي قاموا بعملية تلقيح وكان بحضور وسائل إعلام، باقي رياضيين ما كانوش يعني أو ما كانوش تحت الأضواء وقاموا بتلقيح بطريقة ربما تحط بها المجتمع على القيام بالتلقيح. ذكروا رضوان أنه الرياضيين في الجزائر وحتى الصحفيين في الميدان الرياضي عندهم شعبية كبيرة، يعني هم المؤثرين سيدي ليدر دوبينيون على الرأي العام، يعني يقدروا بالتوعية تاعهم يشجعوا الناس حتى يأثروا. شفنا حتى في حصة عندكم في البلاطو تاعك وين شفنا بن شيخ كان مع البروفيسور محيوي وقام بالتلقيح، يعني أثرت بطريقة رائعة على المجتمع. نعم، ولكن ما عدا ربما علي بن شيخ وربما بعض الوجوه الرياضية، أعتقد بأنه أهم الوجوه الرياضية هي عناصر المنتخب الوطني. المنتخب الوطني مقبل على مباراتين يوم 2 سبتمبر ويوم 7 سبتمبر أمام كل من جيبوتي والمنتخب بوركينا فاسو في المغرب. أعتقد أنه مع بداية تربص المنتخب الوطني ممكن تكون فيه لفتة من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم من أجل القيام بعملية سنسيبيليزاسيون للجمهور، توعية الواسع، توعية للجمهور الواسع باش يقوموا بالتلقيح للعناصر اللي ما قامتش لحد الآن بالتلقيح، ولو أنه تقريبا كل عناصر المنتخب الوطني لقحت، لأنه في النوادي الأوروبية حتى في النوادي العربية أعتقد بأنهم يطلبوا منهم ويشترطوا عملية التلقيح تفاديا للمرض. ولكن من جانب آخر أنا نأكد على أنه العملية التلقيح باش تكون بطريقة واسعة أعتقد أنها ترتبط خاصة بالجماهير والأنصار. لو يتم مثلا مع بداية الموسم الكروي القادم يوم 23 أكتوبر إن شاء الله تبدأ أول مباريات القسم المحترف الأول، لو يتم اشتراط دخول الأنصار إلى المدرجات بالكارني تاع التلقيح، أنا متأكد أنه جماهير غفيرة راح تحاول أنها تقوم بعملية التلقيح باش تحضر المباريات، لأنه عندنا عامين لقاءات تلعب بدون جمهور. شكرا. نظن انه جمال كان حاب يعقب على التدخل تاعك. انا باش نعطي معلومه جديده برك، باللي تلاقينا مع يعني وزاره الشباب والرياضه يعني هذا الاسبوع باش تكلمنا على انطلاق الموسم الرياضي، باش نامنوا ايضا هذا الموسم الرياضي كما قال الاخ، باللي شفنا الملاعب تاعنا يعني فارغ شهر ما فيهاش حتى يعني ما عندهاش البنة هذيك تاع الرياضة. ولهذا تكلمنا مع ممثلي وزارة الرياضة باش نديروا حملة تاع التلقيح تخص كل أندية. نبداو أولا بالأندية تاع البريمير ليغ بروفيسيونيل وأيضا بالجماهير نتاعها. هذا هو الهدف كما قال الأخ المفيد، هو أيضا
تلقيح للمناصرين باش نسمحوا لهم نعطيهم فرصه باش يدخلوا الملاعب. وحنا نتكلموا يعني في الباس سانيتير، ولكن رايحين نمشيو ربما لهذه الطريقه هذه باش الناس يحب كما قال يدخل الملعب عنده يعني الباساني السيرتيفيكات فاكسيناسيون تاعو ويدخل. دونك الهدف تاعنا مع اللقاء هذا مع الاخوان تاع الشبيبه والرياضه باش نوضعوا استراتيجيه باش ناملوا ان شاء الله الموسم الرياضي الجاي. شكرا جمال. سيد خلالان عبد الوهاب مدير دعم الانشطه الثقافيه الاجتماعيه والرياضيه بوزاره التربيه الوطنيه، كان عنت وزارة التربية الوطنية عن تأخير موعد دخول المدرسين من 8 إلى 21 سبتمبر. أولا لماذا؟ هل له علاقة مع التدابير الصحية؟ وكيف تحضر وزارة التربية لهذا الدخول المدرسي؟ إذن شكرا على الاستضافة. حقيقة أن ما طلبت به جميع شرائح المجتمع وعلى رأسهم شركاء الاجتماعيين من أولياء تلاميذ ونقابات ضرورة تأجيل الدخول المدرسي لإعطاء سانحة أولا للتمكن من انخفاض عدد الإصابات بالنسبة للجائحة التي ما فتئت يعني كانت تتوسع، والآن الحمد لله هناك تنقص يوم بعد يوم. بالإضافة إلى ذلك أن الدخول تزامن مع هذه الظروف الاستثنائية التي أنجرت عن الحرائق التي نشبت في الجميع في العديد من مناطق الوطن، وبالتالي ونظرا ومن أجل إعطاء فرصة لتحضير المؤسسات لهذه المناطق المتضررة وكذلك لتدعيم التحضير الجيد للدخول المدرسي، ضف إلى ذلك الاستعداد لتطبيق البروتوكول الوقائي الصحي والمبادرة الوطنية للحملة الوطنية للتلقيح لفائدة مستخدمي القطاع. إذن أولا من بين التحضيرات الأولية كان هناك مثل ما جرت العادة الآن، لأن انطلاقا من السنة الفارطة دخول المدرسة الفارط كانت وزارة التربية أعدت بروتوكول وقائي صحي ينظم الحياة المدرسية داخل المؤسسة التربوية وفي جميع جوانبه، انطلاقا من استقبال التلاميذ إلى كيفية سيرهم داخل المؤسسة، كيفية تنظيمهم في ساحة المؤسسة، كيفية جلوسهم في القسم، كيف سيد خلالان، هل سنمدد نفس البروتوكول اللي قمنا به السنة الماضية؟ هنا البروتوكول الوقائي تم تحيينه وتم إرساله للجنة العلمية لوزارة الصحة وقد صادقت عليه مجددا، وسوف يرسل اليوم او يعني لجميع المؤسسات التربويه من اجل يعني سنمدد نفس البروتوكول. هو نفسه، لان البروتوكول يعتمد على تنظيم الحياه المدرسيه، يعني اننا لازم نلتزم التباعد، نلتزم ارتداء القناع الواقي، لازمنا نتعود على دائما الغسل السليم للايادي، لازم نستعمل السائل الكحولي. لكن فيما يخص برنامج التدريس، فيما يخص الأوقات، هل نفس الأوقات اللي عملنا بها السنة الماضية؟ هناك نفس التنظيم التربوي المعتمد على التنوع وعلى التفويج، يعني التفويج كل قسم أو فوج تربوي ينقسم إلى أفواج ثانوية التي لا يجب أن تتعدى 20 تلميذ في القسم، وذلك لضمان التباعد الجسدي الذي يعني أقرته وزارة الصحة، لازم يكون متر ونص على الأقل بين تلميذ وتلميذ آخر. شكرا في سيد القسم. خلالان. سيد جمال الدين فرات، كنت مع سيد خلالان قال أنه هما رسلوا البروتوكول الصحي وتم اعتماده من طرف اللجنة العلمية اللي انت عضو
فيها. هاد التدابير تاع السنة الماضية كانت تغيرات ما بين السنة الماضية وهذه السنة، لماذا لم نغير التنظيم، التنظيم التربوي؟ لماذا لم نغير ساعات التمدرس؟ لأنه فيه تطور. هذيك يعني فعلا يعني قامت اللجنة العلمية بتصديق على البروتوكول الصحي تاع وزارة التربية، وما فيش يعني حاجة إضافية مقارنة للبروتوكول الماضي، لأنه الحالة الوبائية ما زالت يعني كما الدخول المدرسي اللي فات، ولكن ربما راح ربما يقدر يتغير في يتغير في على حسب الوضعية الوبائية، ولا تحسنت الوضعية الوبائية ربما يعني راح يدرسوا القضية هذه وراح يبدلوا يعني نمط التعليم على مستوى. ولكن احنا ايضا إضافة هذا البروتوكول الصحي اتفقنا مع وزارة مثال ليديوكاسيون ناسيونال التربيه الوطنيه بالتلقيح باش نامنوا اكثر الدخول المدرسي بتلقيح كل يعني منتسبي القطاع ابتداء من 22 اوت هذا يعني، ودرنا يعني محاضره مع مدراء الصحه على سوف يتم تلقيحهم في المدارس عندهم يعني في المؤسسة مراكز مؤسسه تاع وزارة التربية. وزارة التربية، وايضا على مستوى بعض المدارس وعندهم لي زو دي اس زونيتي دي بيستاج دو سوفي وحدات الكشف المتابعه، وايضا في لي سونتر ميديكو سوسيو تاعهم ولي سونتر تاع ميديسين دو ترافاي. الهدف تاعنا باش يعني قبل 21 يعني سبتمبر باش ان شاء الله كل يعني العمال نكونوا لقحنا تقريبا كل عمال التربيه. لكن شفنا لاحظنا في المتحور الجديد هذا جمال الدين فرار راح لاحظنا انه فيه اعراض على الاطفال في المتحور دلتا فسلاله يعني اللي ما كناش شفناها في السنه الماضيه. تقريبا شفنا الاطفال ما كان عندهم حتى زيتي اسيمبتوماتيك، ما كان عندهم حتى اعراض، لكن الان رانا نشوف ولادنا، رانا نشوف خوتنا صغار عندهم اعراض وحتى اعراض مؤلمه ومقلقه. هل وزاره الصحه في المستقبل ربما راح تاخذ تدابير بتلقيح التلاميذ؟ يعني فعلا يعني في كل بلدان العالم يعني ما كانوا يلقحوا من 18 سنة فما فوق، ولكن بعض البلدان يعني الأوروبية خاصة وحتى أمريكا بدأوا يلقحوا الأطفال أقل من 18 سنة. علاش هذا يعني علاش ما درناهاش يعني ما لقحناش يعني مدة شهور الأطفال؟ لأنه ما كانش فيه دراسات ما تخص الأطفال والتلقيح، لهذا ما كانش يعني أدلة تثبت بفعالية التلقيح عند الأطفال. ولكن بدأوا درك دراسات يعني فيما يخص الكوفيد والأطفال وأيضا كوفيد والتلقيح، ولهذا بدأت يعني بعض المعلومات التقنية تظهر، وهذا يعني خديناه بعين الاعتبار على مستوى يعني اللجنة العلمية ودرسنا يعني أولا لأن شفنا بلي فيه بعض الحالات تخص الأطفال، يعني باش نديروا بروتوكول صحي خاص للأطفال يعني وكيفية التكفل بهم صحيا. وأيضا في اللجنة العلمية رانا يعني أيضا درسوا كل معلومات فيما يخص التلقيح تاع الأطفال، وربما في بعض الأيام وبعض الأشهر يعني ربما نوصلوا إلى تلقيح الأطفال، ولكن هذا برنامج آخر. المهم حاليا هو تأمين الدخول المدرسي بتلقيح كل عمال التربية إن شاء الله قبل من الدخول تاع 21 سبتمبر 2021. رضوان أبو حنيكة، شفنا في الكثير من الجمعيات الرياضية الكثير من الأطفال اللي منخرطين في هذه الجمعيات في عدة اختصاصات رياضية دي ديسيبلين سبورتيف. ما رأيكم في تأطير هذه الجمعيات وهذه الأصناف الصغيرة كما تم تأطير التلاميذ في وزارة التربية؟ والله هذا سؤال في محله. لماذا؟ لأنه باش نكونوا صراحة الكثير من بعض من الجمعيات خاصة الجمعيات الشبانية والجمعيات الرياضية يعني اللي عندها ربما البعض يقول بأنه عندها وقع وعندها يعني تغلغل
في المجتمع المدني. كل هذه الجمعيات صراحة لم تلعب دورها كما ينبغي في عملية التلقيح، وهذا ربما يعود للوزارة الوصية اللي لازم تضرب بيد من حديد من أجل أنها تقوم، هذه الجمعيات تقوم بدورها كما ينبغي. لا تنتظر هذه الجمعيات إلا لزونفلوب، تنتظر فقط الميزانية على العام، يكونوا سرعة مع نهاية الموسم يبقوا ينتظروا إلا في المعون الإعانات الدولة الجزائرية لبيجي. لكن لما تحتاجهم الدولة الجزائرية في مثل هذه الأمور تجدهم وكأنهم غير ماهمش معنيين تماما بهذه القضية. احنا اليوم لما نشوفه مباريات كرة القدم، باش نبقاو في الرياضة، نشوفه هذا الأسبوع انطلاق المباريات في أوروبا، البطولة الأنجليزية الجماهير متواجدة عكس الموسم الماضي، متواجدة غفيرة جدا في مدرجات كل الملاعب. شفنا لقاء مانشستر يونايتد صراحة ما كانش حتى التباعد، لماذا؟ هذا كله بسبب التلقيح اللي كان عنده وقع. احنا نتمناو، وانا قلتها في بداية الحصة، نتمناو انه يتم كما قال الأستاذ فورار، يتم السماح للجماهير بالدخول بناء على التلقيح. انا متأكد ان هذه الخطوة راح تجعل التلقيح الجماعي تلقاه بليشان، يعني تولي الناس دير طابور خاصة الجماهير. رضوان بوحنيكة، انت كمختص في خبير في العالم الرياضي، لماذا حتى نديروا لهم شبه شرط إجباري؟ يعني هذه أدخلنا في شبه الإجباري، يعني لو ندير لك دي كونديسون شروط، يا دير التلقيح يا ما تدخلش، يعني دخلنا في الشبه. لماذا لا يقتنع الرياضيون ويقنعون كل متتبعين تاعهم وكل هذه الفئات من المجتمع حتى نولوا نديروا لهم في الشروط؟ لماذا لا البداية ما تكونش بالشروط؟ البداية أنا معك أنه البداية اليوم أنا سمعت رقم يعني مبشر بالخير اللي قاله الأستاذ فورار، قال 6 ملايين تقريبا، 6 ملايين مع نهاية الموسم. احنا بدينا في جوان، يعني مقارنة ببعض البلدان 6 ملايين تقاك 27% من 27% من الملايين تاع الجزائريين. شحال من نسمة؟ 6 ملايين نسمة ماهوش رقم يعني صغير صراحة، لازم واحد يعني يشيد بهذا المجهود. ولكن في نفس الوقت انا لما نعطيك كل المعطيات باش تقوم بالتلقيح، وهذه حتى في البلدان المتقدمة الآن في فرنسا باش تروح تشرب قهوة يقول لك أعطيني الباس سانيتير ولا ما تدخلش المقهى، يعني هذو بلدان متطورة بين قوسين. تروح لإنجلترا نفس الشيء، تروح لأمريكا، لماذا احنا ما نديرو شروط؟ لأنه لما نعطيك، لا أنا موافقك في شروط، لكن أردو أن أقول لماذا الرياضيين الجزائريين، شفنا الرياضيين الأوروبيين والأمريكيين وكل في العالم هما يشجعوا الناس على التلقيح ومقتنعين. أنا كنت كلمت العديد من الصحفيين في القناة تاعكم لما درنا اليوم الوطني للتلقيح، قلت لهم شوفوا لنا رياضيين يجوجعونا، قال لك رياضيين اصلا مش مقتنعين بالتلقيح هذايا. مش كلهم وكاين اللي يقام بالتلقيح. انا نعرف كثير من الرياضيين قام بالتلقيح، ولكن لما تقول له روح لقح امام كاميرا التلفزيون يقول لك انا لماذا القح امام كاميرا التلفزيون، انا مقتنع ولقحت. ربما ما يعرفش بانه عنده دور كبير. علاش قلت لك لاعب العناصر المنتخب الوطني هي اكبر فئه او الفئه الاكثر شعبيه عند الجمهور الجزائري بالنظر لنتائج المنتخب الوطني. لماذا لا نقوم بمثل هذه المبادرات مع بداية تربص المنتخب الوطني؟ الناخب الوطني والعناصر الوطنية يقوموا بلفتة أو بإشهار سوفورم دو بوب ولا قال يا الناس بما أنكم تما تحبونا، احنا لاعبين رياض محرز وبن سبعيني وابراهيمي وكل العناصر وبالليلي، لو كل واحد يدير نداء من أجل التلقيح أنا متأكد أنه يكون عندها صدى. بدون أي شك ستكون مبادرة جد طيبة من لاعبي المنتخب الوطني لو يشاركون في هذه الحملة الوطنية للتلقيح. فاصل قصير ونعود إلى الحصة.